تويت الاسمعوا فلتة اسمعوا فلتة هاجم نقيب الموسيقيين التونسيين مقداد السهيلي ومقداد السهيلي مستحيل ديما يهاجم ومستحيل يحكي بالسياسة المهاجمة دونك هاجم فوزي بن قمرة على غناه في ليلة السهرية متاع ليلة راس العام وعلق في برنامج تو نف على بدايات فوزي بن قمرة في فن المزود ونجاحاته في الشيء هذا وعلق وقال عليه السينما يا فوزي الفقهاء والمراجع متاع الإسلام حاجة قوية عليك والصلاة ماهيش أي فوالا الصلاة مش بالباتين ده في القبابة اسمعوا فلة اش قولك محمد محمد تصدم اش قولك مريكل على الرغم من انضمامها الأسرة المالكة إلا أنه ميغان ماركل تفكر في العودة مجددا لعالم التمثيل وتداولت بعض الصحف الأجنبية خبر عودتها مرة أخرى للتمثيل في المسلسل الأمريكي الشهير سويتس واللي حققت من خلاله شهرة كبيرة وانتشار واسع اسمعوا فلة سينو بعد ما تشكل الفنان المغربي سعد المجرد في تغريدة على تويتر بسبب الكليب الجديد للفنان التونسي شادي أمير شادي أمير كانت تفكروه هو اللي عمل كليب مع نرمين صفر هذيك وقت اللي شرب متالون تاعها في الكليب واللي بعديك تعاركوا مع بعضهم في كلام الناس وهو يقول قالت وهي قالت وبعديك طلع عليها الإشاعة وقال هي قالت لي اللي هي باش تمثل وتعمل روحها انتحرت وهي قالت لي سي با فغي حاسيلو كلاو بعضهم هو ونرمين صفر كيما حبوا طلع شادي أمير كليب جديد لكن الحكاية ذي قلقت الفنان المغربي سعد المجرد اللي قام أخطر قال اللي الغنية ذي والكليب ذي نفس الأسلوب فيه وطريقة التصوير متاع أنت معلم هو كل اللي يتفرج في الدو كليب سي فغي معناه يشبهوا على الأخر لبعضهم سينو قام شادي أمير بالرد على سعد المجرد وقال له كلنا أمازيغ ونحبوا نفس الألوان ونلبسوا الشاشية وعندنا بنات مزيانين تلهي في قضايا الاختصاب متاعك وسيب الناس تخدم على روحها اسمعوا فلة وقيل عطاه له لا تقرأ لا تكتب وقيل عطاه له هكا بين النواظر هذه اسمعوا فلة لليوم سينو ما تبدلوش الموجة وقعدوا معانا مازلت عنا برشا موزيكا بنينة وبرشا أخبار يستنيو فيكم